السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال يا جماعة الخير؟ إن شاء الله الجميع بخير. أخوكم محمد أبو حمزة، جاب العثرات الكرام، تاريخ النشر اليوم الجمعة 30/9/2022. جمعتكم مباركة بالصلاة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا جماعة الخير، طلبت كرت الباب برا من فترة، واليوم وصلتني رسالة بالتعقيب. تمام، رسالة من هذا الكارغو، تمام، تعقيب للكرت، انه قالوا لي اليوم راح يصلك خلال مده فيها الرساله، فيها رابط، طبعا هذا راح ادخل على الرابط. راح يصلك الكرت اليوم حد المساء، لا تخرج من البيت، هيك حكوا يا جماعه الخير. تمام، فاليوم وصلني الكرت، الان الساعه 10:30 تقريبا. تمام، راح نفتحه مع بعضنا ونشوف. طبعا الـ شو اسمه، اللهم صل على النبي، الرابط بيو تعقب كرتك. فحاليا راح ندخل نتعقبه، نشوفكم شلون. تدخل على الرابط، كلمة ببرة، وينها هاي كلمة ببرة، هي تدخل رقم التعقيب اللي هو بالرسالة. تمام، راح نجيبه ونكمل معاكم. حطينا رقم التعقيب بالمربع الثالث، نحط اول حرفين من كونيتك. طبعا حاليا شايفين تاريخ التقديم 28/9، من نهارين شايفين تاريخ التقديم 28/9، تاريخ الاستلام 30/9، يعني خلال يومين. طريقة سهلة يا جماعة الخير، طبعا رابط تحميل طبعا الكرت تطلعوا عن طريق الانترنت يا جماعة الخير. تمام، رابط التحميل راح اتركه بصندوق الوصف. طبعا رابط التحميل يا جماعة الخير راح اترك لكم اياه بصندوق الوصف يا اخوان. هذا الكرت الببرة الاسود اللي طلبته انا، الاسود. طبعا طلبت كرت لعيلتي ايضا، لسه ما وصل، طلبت كرت لاخوي. اهم شيء يكون جهازك يكون حديث، يعني انا جهازي كان A70 طلبت منه، والحمد لله قدرنا نصور الكملك، وقدرنا نحمل صورة الوجه. تمام، الأمور سهلة جدا إن شاء الله بإذن الله. عبارة تتبع مجموعة من الخطوات، تدخل الإيميل، لازم يكون الإيميل ورقم التليفون على نفس الهاتف اللي تشتغل عليه. تمام، هاي نصيحتي لكم. حاليا راح أترك لكم بصندوق الوصف رابط الباب برا، وأيضا أترك لكم رابط